السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الحلقة الثالثة من تختيم أساسين كريد بلاك فلاج. طبعا دحين معنا الحلقة اللي هي دحين من أصلا إدوارد أصله قرصان، بس لكن أخذ الملابس من الجاسوس أو هذاك، فالجاسوس كان عنده مهمة للملك وكان هو يبغى يروح هنا لهافانا كان يقول. فدالحين هو انتحل شخصيته وبده يروح عنده دالحين. فأنا يعني أغلب الأشياء في الجزيرة أخذتها، الأساسين المهمات أخذتها بالكامل، والسبعة من ثمانية إن شاء الله دالحين بخلصها، اللي هي راح أدخل قصر الحاكم إن شاء الله وراح أطلع هنا. وفي الأنوار واحد اثنين نورين وصندوقين. فهنا في كمان باقي لي 18 من 20 صناديق، يعني صندوقين باقي ان شاء الله، والضوئين 13 من 15، باقي لي ضوئين، والسكرت اللي هو هذا، بس لكن ما ابغى اخذه عليه من الحين، قلت السبب في الحلقه الاولى يعني شويه ومطول. فبسم الله نشوف نبدا المهمه ستارت ميشن بالدائره، طبعا تبدا المهمه ونشوف ايش فيها من قصص. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Si, señor Walpole. Vente, por favor. شكرا لك. طيب دالحين يقول لي اروح منطقة، اروح ذيك من هذا. لو اقدر اتسلق بدي اشوف اذا كنت اقدر اتسلق. هم ادش بهم عليه مسكين، اعطانا معلومات عن قصر. اي طبعا هنا في هذه كلها الاماكن يعني اللي زرتها، شيء حلو هذا انا شفته امس. لا نرجع اكثر شويه، هنا عندنا شيء جديد. هذه هي اللي انا باخذها اللي بقولكم تهرب منها، زي الموسيقى اضواء شيء كذا. هي لما تقرب منها تهرب، فانت لما تاخذها تظهر لك هذه الموسيقى يعني. وفي هنا بيبول، هذه الاشخاص اللي راح يظهر في اللعبه، يظهروا لك في اللعبة كلياتهم. دحين راح بعد مدة يظهر الحاكم ان شاء الله ضمنهم، لانه هو الحاكم اساس القصة. وهنا هذه توضيحات يعني اللي تاخذها من الصناديق، مثل ما تقول الاسرار اللي يحسبها من السيكريتس. وهذه الجزر هافانا، هذه هافانا لان ما رحنا الا عند هافانا بس، فيجيب لك اياها هنا. طيب هنا هافانا، هذه الاماكن اللي داخل هافانا، مثل ما تقول الاماكن التراثيه واشياء يعني كذا، واماكن مهمه. وهنا السفن، هذه السفن اللي انا شفتها، وهذه السفينه وهذه السفينه. بعد مده ان شاء الله راح تشوفوا انه راح نتوسع. هذا يظهر لك الحيوانات يعني اللي شفتها، بس اللهم احنا شفنا في هذه في اول حلقه وخلاص. طيب هذه في اول شيء. الحين هنا هذا يقول لك حركات واشياء يعني عن اللعبة اذا بدك تتعلمها، يعني تقدر، انا بمشي بالبطيء، تقدر توقف على المقطع وتشوف ايش هي الحركة لكل شيء. طبعا كل شيء لازم تقرا اللي جنبه، مثلا 7.1 لايش مثلا، لايش يمكن تكون حركات قتل او حركات بالسفينة او شيء كذا. طيب حلو خلصنا هذا، دحين نروح عند هذا. هذا يعني يجيب لك احصائية عن الاشياء مثلا اللي سويتها، اشياء كذا يعني مثلا وينو، يعني مثلا يقول لك كيلز اللي قتلتهم، قتلت لحد الان 156 شخص، كم مدري سرقت كنه 600 ريال شيء كذا هيك يعني. ويقول لك القنابل سموك اللي استعملتها 11 قنبلة، هذا يعني يجيب لك احصائية بالكامل على الاشياء اللي انت تبغاها. وهنا اما ايش هذه،
طيب نشوف ندخل على هذه تايم رانك، شكلها بالنت الله اعلم. هذه الاحصائيات، ها يعني شو اسمه، يعني انت كم رقمك في الاشياء، يعني بتجميع الصناديق او بال انك تفجر سفن او شيء كذا يعني تاخذ اشياء، فانا رقمي يعني صعب انك تقدر تقرا الحقيقة كم، 4,332,384 هذا ترتيبي. في واحد هنا ترتيبه الاول، هذا في الاونلاين طبعا ترتيبه الاول هنا، هذا واحد والثاني والثالث، وهنا كمان في الكنوز كنا او الصناديق. هذا دحين عرفنا، وهنا ايش هي، انا كم 172، والله ما ادري ايش هذه. خلاص هذه الشيء يعني القائمة والله ما ادري كيف تجيبها، بس لكن يعني اذا اجت صورة جنبك مصغرة يعني تخلك ضاغط الزر الكبير اللي في اليد عندك، تخلك ضاغطه حتى ما تفتح لك صفحة. طب دحين نشوف اول اشي، نروح عندي نروح هنا نشوف ايش الحاكم يبغى منه. Good morning sir. Would I be correct in thinking you are I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry? My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne! Our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan. So handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. And feel free. طيب دحين أول شيء هذا تدريب. دحين يقول لك كيف تستعمل مسدس؟ هذا بالسهم الصغير تقدر تغير يمين ولا يسار. خلينا نطلق على اللي نقدر نشوفها ولا شيء. طبعا المسدس شكله قوي يعني. خلصتهم. طيب بريز مثلث. كان يقول لي اضغط مثلث عشان مثلا نشوفه هذيك الدمية هناك معلم عليها بخطوط بيضة، تضغط مثلث على طول راح يطلق عليها. دحين راح يعلمك على المسدس. طيب طيب يقول لي تحدى مع اي واحد، خلينا نختار هذا اول شيء. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged sadly beyond all repair. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenirs. طيب دحين خلينا نتبعهم. كاستم اي دانجن يو ان دولفس ديمونستريشن اوف يور تكنيكس. واو وي ماست وي بوت توجذر ا تريننج كورس ان انتيسيپيشن اوف يور ارايفل. وود بي اشيمد تو ليف هير وداوت سيينج يو ان اكشن. يس اوف كورس. ويل اي مين اف ذير از تايم اي وود جلادلي شو يو وات اي نو. هير يو سي
طيب دالحين اعتقد ان راح ندرب على هذه الدوم اللي هنا. شوف هذا الخنجر الصغير طبعا تقدر تختاره من هنا. ما يسمح لك دالحين تقدر تغير. طيب اكوم القش يقصد هنا. طيب يلا دحين ايش بتطلبوا مني؟ طيب دحين يقول لي الزاوية العمياء صح؟ انا ما طيب اما عاد والله قاعدين يختبروا اختبار من الهواء. هقفز على هذا. طيب اعتقد انه كذا صح. طيب طيب دالحين هذا انا احنا اخترنا مدري مين احنا اخترنا هذا كمان صح. ايه شكله دالحين نرجع. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados, anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here? In Havana. I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England, penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Nassau اللي كان فيها هو. Duncan, indeed. Best of luck with that. حلو الترجمة والله انها كبيرة يعني انا لعبت هذا الشيط من قبل على الاكس بوكس. كان ما في ترجمة ابدا. Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir. I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but... not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislatures of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cooled. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin.
Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look up on these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the Observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. طبعا انا سرقت منهم لانه طلب من المهمة تسرق منهم الثلاثة هما، فانا سرقت منهم يعني. والله يقول لك complete Rogers shooting challenge، مفروض اني اكمل اسمه الطخ بدل الخناجر هذه. تكني الله خلاص حلو. طبعا هنا يقول لك يعني كيف هاي المهمة، يعني حلوة ولا ما حلوة، فيها شيء ما هو زين، يعني عشان هم يعدلوا في ألعابهم الجديدة في المستقبل إن شاء الله. خلاص. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives and with it your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. اوف كذا طلعوني. طيب كيف بدي اخلص هذه؟ خلينا نحاول. 500 ريال على هذه المهمة. ايوه الحمد لله دحين نقدر نطلع، والمنطقة ما صارت حمراء يعني الا من الداخل، من جوا شوية يعني. اذا تدخل جوا راح تصير منطقة بعدين حمراء. هذا السور المشكلة، هذا هو السور المشكلة. ان شاء الله نقدر. ايوه الحمد لله انه ما طاح. نكمل كذا عادي، نقتل اي واحد في طريق، نمسك المهم، نكمل هذه الجزيرة، او على الاقل نطلع هنا بس عشان بعدين. شوف هذا اللي انا طلعتها مثلا، هذه مكانها بعيد صح، يعني ما هو قريب جدا، اقدر اسوي لها اروح عندها فاست ترافل يعني بسرعه كذا على طول، اروح لها بثواني. فاقلني افتح هذه بعدين يعني اخذ منها الاشياء مثلا شيء كذا. لكن اعتقد ان الاشياء ما راح تطول علينا ما دامنا راح نطلع فوق، والضوء هنا هذا هو الضوء اللي كنت بقولكم عنه، 14 من 15. ما دام الضوء هنا جميل. طيب حلو، الحين خلينا يعني نفتح نقطة العرض مثل ما تقول يعني. الحين خلاص اللهم بس بقي لي صندوقين ان شاء الله ونور واحد على طول اخذه ان شاء الله بعدين على المهمة اللي بعدها. طيب في ضوء هناك، هناك احسن. وقبل ما يلف هذا وجهه
شوف دحين صار معي السهوم الصغيرة على طول كذا أحسن. تقدر تغيرها لسيف، السهوم فوق السيف هنا، السهوم فوق السيف هنا. خلاص بس بكمل بالسهوم يعني، عشان طبعا لازم هو أصلا مع كل أساسنس تقريبا السهوم هذه. خلاص كذا الحمد لله كملناها 15 من 15. شوفوا صارت أصفر لونها، بقينا صندوقين والسكرت ما بأخذها دالحين إن شاء الله. طيب الصناديق، الصناديق في صندوق هنا قريب منه يعني ما بياخذ وقت طويل ان شاء الله. دانكن وولبو طيب حلو، 19 من 20، بقي صندوق واحد فقط ان شاء الله. هنا اتمنى بس ما يكون في حراس. غريب يعني القصر الحاكم يعني ما في حراس كثير. طيب خلينا ننزل. اوه بس خلينا احول على السيف. افضل طريقة تقتل فيها بسرعة انك تضغط اكس وفي الظهر على طول يموت بسرعة. اخر صندوق كذا يا سلام، الحمد لله كذا يعني خلصنا اغلب الاشياء. ما بقينا سكرتس ما باخذها ده الحين ان شاء الله، خليها بعدين الخرائط. خلاص الحين خلينا نهرب من القصر قبل ما نتورط لنا. انا اصلا من وين نزلت؟ من هنا صح؟ عشان ما نلخبط كثير. انتظر لحظة، البحر البحر. اوه يا سلام، شوف دحين هذا اللي راح ينفعني. اضغط فاست ترافل كونتينيوم، طبعا ما بتأخر مثل جيكوب وايفي فراي سندكيت يعني، هذا كان يتأخر كثير شوية. هذا دحين شوف خلاص على طول انتهى الامر يعني، حتى لو تورط في اي مكان شيء كذا هذا على طول. لا 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 لا, لا, لا تموت يو مان. كمان هنا يعني رجوع للحياة يعني سهل جدا، بس شوفوا كذا مرتين هيك يعني كم ثانية وخلاص يرجع سهل. طيب بنشوف هذه ايش هي، يعني لازم نعرف من البداية ايش هي اللعبة وايش الاشياء اللي فيها. هنا اللي تضارب مع هذاك. طيب هنا هذا الرجل لا دحين ما اقدر، باقي يقول لك ما عندك سفينة هناك تشتري منه طاقم لانه يكون عندك في السفينة طاقم. طب دحين يقول لك get information 200 ريال. طبعا هذا بيسوي نفسه انه بيعطيك كاسة، بس لكن راح يعطيك معها معلومات، مكان خريطة شيء كذا يعني، راح يعطيك اشياء بس لكن خلاص انا ما بدي. هنا عنده ب 200 يعطيك معلومات، وهنا فيه ب 5 ريال. هنا راح يشرب هذا في صدق عصير حقيقي يعني، ما راح يعطيه معلومات ولا شيء. فهي طريقة يعني حلوة إذا مثلا كنت في جزيرة شيء كذا يعني معك فلوس كثير شيء كذا يعني سويها. بس لكن بعد ما يشربه راح يدوخ كذا. مثل ما قلت هذا يعرض علينا إن نشتري طاقمه. وفي ورا كمان هذا المربع تلعب لعبة، إذا خسرت فيها تخسر فلوس وإذا ربحت فيها تربح فلوس، مقامرة يعني. راح يدوخ كذا فترة شوية بعدين راح يرجع. ومثل ما في يعني البنات اللي تستأجرهم، في كمان هنا هذولا تستأجرهم كمان ب 150 نفس السعر، بس لكن هذولا راح يقاتلوا معك أي مكان راح تأمرهم عند الجنود يقاتلوا معك بس مرة واحدة، وبعدين تحصل لك مثلا زمرة ثانية أو هم كمان تدفع لهم من جديد إذا سمح لك يعني الجهاز، مع إنه ما أعتقد راح يسمح كثير. طبعا هنا في هذا اللي كنت بقول عنهم البنات تستأجرهم. في هنا هذا اللي تشتري منه الأسلحة، عندي سيوف كثيرة مفتوحة أقدر أشتري تقريبا كل سيوف. هذا أقوى سيف في اللعبة، كله ينقص 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 ينقص. وأقدر أشتري طبعا مسدسات دالحين، أعطوه مسدس هم صح؟ أيوة خلاص دالحين معي. والطلقات خليها معي، طلقات مسدس كمان بس لكن خليها. أبدي أجمع الفلوس هذه عشان السفينة، بس لكن والله ما أدري أنا متحير أشتري آخر مسدس ولا لا. هذا قال مسدس أقوى سيف، هذا أبو 14 ألف ريال.
يعني راح نكون أقوياء من البداية على طول. أي خصم راح ينتهي بثواني. إيه صح تذكرت. خلينا نلعب بطلقات المسدس. طبعا تضغط مربع راح يفلل لك إياها. والله أنا متحير أشتري ال هذا أشتري هذا السيف ولا لا. والله أنا متحير. يزيد الضرر واحد، يزيد الكومبو واحد، ويزيد السرعة ثلاثة. يعني شيء حلو. كله ينقص، هذا ينقص، هذا يعني الكومبو نفسه يزيد الضرر اثنين ويزيد ذاك سبيد اثنين، يعني هذا اقوى شوية. هذا يزيد الضرر ثلاثة بس لكن السرعة اثنين، ما هي زينة. هذا لا، هذا اضعف 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 اضعف. يعني السيوف اللي يمكن اللي هي هذه يمكن في الضرر حلوة، وهذه كمان حلوة راح، بس لكن ننقص من السبيد كمان. هذه يعني تقريبا احسن شيء، بس لكن خلاص خليه ده الحين. هاي طبعا يعني شعارات سفينة خلاص. طيب طيب ده الحين المهمة هنا، ما بدنا نتأخر كثير. المهمة يمكن راح تطول، الله اعلم. لهذا هو ستات مشين بالدائرة، انا متعود عليها بالاكس. طيب حلو. Good morning Duncan, just over here. Edward! Hello Edward! I found a man to purchase my remaining sugar! Quite a coup I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Such a fuss over one علينا لانه في طاقة تسير وراح بدي انقذ يعني. فجهز على المسدس احسن. هذا هو السجين. One of your early letters mentioned the desire to kill the Mayan mentor Atabai. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not. No. Too many complications along the way. But the much you've been living with in Bloodvile will see that to fruition. Aye. That's the idea. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. الحين راح يبدأ الهجوم. يلا هاي ما ذول هم الأساسنز. لازم نقتلهم عشان شو اسمه اقتل هذا. إيه لما يحصل واحد على الأرض ما راح يقاتل، يسوي بالمسدس فوق. طيب يا اخي يلا اضربه. حب الذخيرة بسرعة 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 بسرعة. تعال. طبعا الحكيم هنا لا حلاوة. يوه يا ولد اهدأ. طيب حاضر.
هذا اللي تبغاه صح؟ اوف طاقته قليلة. هذا ابن امه، ابن امه هذا قاعد يقلل من طاقته. طب انت يا ولد تحرك من هنا، يلا عبي عبي المسدس بسرعة. ايش مفكر حالك؟ يلا بسرعة، يلا خلاص. هذا المسكين سجين يبغى يخلص حاله. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، بس ان شاء الله ما يموت منهم. ابن امك بي، هذا الضخم والله ما عنده لعب. يلا دالحين خلينا وقف الحكيم. طبعا المهمة ما هي سهلة، بس لكن اسهل طريق انك تجري هنا من تحت وتنتظر هنا على ما اعتقد. لا تكمل طريقك، اي تنتظر هنا بعدين تكمل طريقه كمان. راح ينزل هنا، راح ينزل هنا شوفه، وراح تنط عليه بالدائره بسرعه. تخليك وانت تركض اضغط دائره ورا بعض بسرعه، راح تمسكه بسرعه. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prison's grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. كمان 90%، بس لكن يلا كانت مهمة جميلة حلوة. يلا خلاص continue. طبعا اعطاك انه 1000 صح؟ ها 1000 يا مسكين. تعال عشان اكمل طلقاتي يا ولد. امشي بطيء مسكين، ما هو سريع. ما ادري هذا شكله يعني هو يسرق من مثلا محل شيء كذا، ويعني تكون ذخيرته معه بالكامل، فانا بلاحقه وباخذ منه الادوات. من امك وين رحت؟ فوق طلع. اها ان شاء الله بلحقك حتى ما تقول. بس هو ما راح يقول شيء. يلا يا ولد. ايوه كذا خلاص هو مات. دحين خليني اساعد العبيد او الاسرى او شيء كذا بسرعه. اعتقد انه لازم استعمل القنبلة الدخانية. مشكلة القنبلة الدخانية على طول تروح بسرعة. خلاص كذا انقذناهم الا هذا اي واحد عندك على طول اضغط اكس واضربه. خلاص دحين راح يعطونا 200 ريال الاسرع عشان انقذناهم. وطبعا راح انتظروك وين؟ عند السفينة. اول اشي خليني اتفقد المسدس في طلقات ولا لا؟ خليني اعبي الطلقات عشان لما اخذ من ذاك يكون كل اشي عندي كامل. مهم انك تجمع منهم اشياء، يمكن تحصل منهم موارد، يعني اشياء ما تحصلها الا في الصناديق وتقعد تدور في الصناديق شيء كذا، فيعني مفيد انك تجمع منهم كذا.
طبعا هذه اللعبة جميلة جدا، هم قدموها هي و Assassin's Creed Unity و شو اسمها ال سندكيت كمان، هاي ثلاث ألعاب مجانية. ف سندكيت أنا كان عندي أصلا من قبل الشريط، بس لكن يونيتي والثانية وهذه اللعبة دحين يعني صارت معي خلاص. دحين نشوف فللنا كل اشي. طيب كذا اللهم هنا بس باقي لنا الخرائط، الخرائط السكرتس هي الاسرار، وان شاء الله راح نكملها. وكذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى ان الحلقه اعجبتكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناه عشان تشوفوا تكمله القصه وكل الاشياء الجديده من الالعاب ان شاء الله. كان معكم ابراهيم من قناه كرش الالعاب، ويسعدني ان دائما انكم تقدموا استفساراتكم حول مثلا اي شيء من الالعاب، شيء ما كان علقتوا فيه شيء كذا، وان شاء الله راح ارد بسرعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.